كئيب، اللي كتبه كئيب واللي فكر فيه كئيب واللي حطه مكتب منهم. وماجد فكر انه يجلس جنب احد وما فكر الا انه ما في بكره من اساسه. قعدت اطالع في الطيارة على المتزوجين بيسمعوا الجملة كأنه شيء عادي، كأنه عادي انه في اثنين بيشاركوا بعض الايام والعيال والسرير ويبدأ واحد فيهم قبل الثاني. خفت على نفسي، بالذات امي خطبت لي فوزية. تخطبت فوزية؟ هذه بنت صاحبتها. قعدت اطالع في كرسي جنبي، كان فاضي، كنت بحاول اقعد احد فيه ما تمر عليه جملة هذه بسهولة. أحد أصلاً يضحك لما يسمعها لأنها ما هي منطقية. شفتك، نزلت من الطيارة مرعوب أن أركبها ثاني وأسمع نفس الجملة وأنا ماني مأمن اللي عايز جنبي. أنت كرسي الطيارة، مو كرسي الطيارة، ورحلة بين السماء والأرض 7 ساعات، طاولة بيتكم منو بيقعد عليها؟ شلون منمني بين أمك وأبوك وإخوانك؟ رحلة نم عمر مو 7 ساعات. في مأذون شرعي اسمه أبو عمر عراقي في إدغار رود. صدق تبين أنت تتزوج الحين؟ كنا أنا مسوية شيء غلط وأنت جاي تسر علي؟ أنت تبيني أمك تكلم أمي؟ ما بي حد يكلمني. أنا سارية ريال، إذا يبيك خلي يملك ويروح يواجهها له ويقول لهم أنا خذتها، وإذا حد عنده لي شيء يتكلم. يمه شفيت إن أنا مسوية شيء غلط وهو ييسر علي؟ إيه بيستر عليك. أبوك مسجون وأمك اليوم بايعة ذهبها وربعك ما عادوا ضيوف، صاروا مؤجرين. إذا يبي يستر عليك يستر عليك، ليش لا؟ خلي في بالك الفقر عقب العز مذلة. لا يا خالة، لا يا خالة، هو أنا اللي بستر عليها، هي اللي شاريتني. صح، انت بس قولي تم. تم. استغفر الله، انتو شو عندكم واقفين هني؟ طلبي إذا وافقت حلفي. نص ساعة بكون هنا، ثلث ساعة خالة لا تنامون. ألف الحمد لله، الله استجاب دعائي. الحمد لله لك يا رب، ألف مبروك، ألف مبروك، تستاهلين كل خير.